أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا فيكم في تحديثنا للجلسة الأمريكية لها اليوم الثلاثاء، اللي عم نشوف فيها إيجابية بشكل عام في أسواق الأسهم الأوروبية امتدت أيضا لأسواق الأسهم الأمريكية. فعلى ما يبدو المتداولين حاليا عم يتقبلوا أكثر حقيقة أنه الاقتصاد الأمريكي قد يشهد فترات من الركود خلال العام المقبل بسبب رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة، لكن توقعات رفع الفائدة بنفس الوقت تسببت بارتفاع في عوائد السندات الأمريكية، واللي منها عوائد العشر سنوات اللي وصلت إلى 3.25 نقطة أساس بالمئة، وهذا رافق ارتفاع في الدولار الأمريكي لا يضغط على أزواج مثل اليورو مقابل الدولار والجنيه مقابل الدولار. لكن في نفس الوقت عم نشوف اليورو بقي انخفاضه محدود نسبيا بعد تصريحات من كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي اللي أشارت فيها إلى أنه احتمالية رفع الفائدة الشهر المقبل ممكن يكون ب 25 نقطة أساس، لكن بشهر سبتمبر ما استبعدت أنه يكون في عندنا رفع فائدة بأكثر من 25 نقطة أساس في حال استدعت الظروف الاقتصادية ذلك، وعم تقصد هنا ارتفاعات التضخم. بانتقالنا لأسعار النفط، عم نشوف أيضا ارتفاعات كبيرة نسبيا في أسعار النفط، شملت عقود النفط الأمريكي الخفيف وعقود برينت. وخلينا الآن ننظر إلى الرسم البياني لحركة أسعار النفط الأمريكي الخفيف لنشوف آخر التطورات في الأسعار. عم ترتفع عقود النفط الأمريكي الخفيف بالرمز US Oil Roll للجلسة الثالثة على التوالي، وحتى أنها لامست المتوسط المتحرك السريع على الرسم البياني اليومي، وهالمتوسط المتحرك أصبح يعتبر مقاومة متواجدة عند سعر 110.60 دولار للبرميل الواحد. لأن الإشارات الإيجابية ما زالت قائمة على المتوسطات المتحركة، لكن في عندي إشارات تميل إلى السلبية على مؤشر الـ MACD وكذلك مؤشر RSI، بالتالي لازم أشوف أسعار النفط أعلى من 110.60 لإثبات امتداد الاتجاه الصاعد، وإلا دخلت الأسعار في بعض التصحيحات الهابطة. لكن ما لازم ننسى أنه أسعار النفط حاليا في اتجاه صاعد إجمالي، وأي انخفاض ما بيتعدى مستوى الـ 106.20 ممكن يبقي على احتمالات الاتجاه الصاعد في أي لحظة. مرة أخرى، عودة التداول أعلى من 110.60 ممكن تحفز نشوء موجة صاعد جديدة على أسعار النفط الأمريكي الخفيف بالرمز US Oil Roll. بحب أضيف أيضا إلى أنه إحنا اليوم بانتظار بيانات مؤشر ثقة المستهلكين، وهي البيانات ممكن تشير إلى انخفاض في ثقة المستهلكين طبعا بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وممكن نشوف هبوط المؤشر إلى 100 نقطة، والمئة نقطة هي اللي بتفصل بين التشاؤم والتفاؤل لدى المستهلكين، وممكن يكون لهاي البيانات تأثير على الدولار الأمريكي اللي عم نشوفه حاليا عم بيتداول ببعض الارتفاع.